السلام عليكم، مساكم الله بخير. انا في مكان اقرا عنه كثير واحبه واتمنى ان تجي الفرصه اني اجيه، والحمد لله جت. انا في دومه الجندل، وبالضبط بالضبط انا عند حصن مارد. يعني احنا نتكلم، انا ما راح اجي واقول لك ان هذا اقدم حصن في العالم، لا ما راح اقول لك الكلام ده، ولكن انا راح اقول لك ان المكان ده هو اقدم مكان مأهول في التاريخ. احنا نتكلم عن مكان ذكر في النصوص الآشورية في القرن السابع قبل الميلاد، والناس كانوا يسكنونه، والناس معظبين على انهم دايم فيه الى بداية الدولة السعودية الاولى. اول فرقة عسكرية دومت في القلعة هذه. نتكلم عن حصن مارد، ارث تاريخي وكنز معرفي مرت عليها احداث تاريخية لا تنسى، وبصور لكم جزء من الاحداث التاريخية اللي صارت في المكان ده. طبعا دومة الجندل كتاريخ تعتبر من أقدم المدن عبر التاريخ، يعني بناها دومة بن إسماعيل، حتى مذكورة في التوراة دومة يعني. والجندل اللي هو الصخور هذه اللي بني منها الحصن، وبني عشان كذا سميت دومة الجندل. كنص نص أساسي عن حصن مارد، ففيها الملكة الزباء يوم جت بتاخذ طمعت في دومة الجندل، ثروات دومة الجندل، والزباء هي اللي كانت مصلحة مملكة تدمر، ما قدرت تخترق الحصن ده، فراحت وكملت وما قدرت بعد تاخذ الابلق، فقالت مقولتها الشهيره: تمرد مارد وعز الابلق. احنا نتكلم عن الزباء قالت الكلام ده، والحصن قائم الى يومنا الحالي. يا ابوي اذا كانك قريب في الشمال او حتى في الرياض وما جيت، يا حسن ليه يا اخي؟ الملك الاشوري المعروف شلمنصر الثالث، اللي احنا في متحف بريطاني ما ادري تذكرون قبل فتره صورته وتكلمنا عنه ومسلته، ذكر في مسلة حرب مع دومة الجندل وجندب العربي ومع جيش قوامه 1000 رجال وتحلفهم على الشام وكيف انتصر عليهم، فكله في المكان ده، في الحصن ده، في المنطقة دي. فحنا نتكلم عن 850 قبل الميلاد، يعني شيء متناهي في القدم وباقي لوقتنا الحالي. وفي المكان ده بالضبط في الحصن على الهضبة دي اللي بنطلعها حصلت قصة مشهورة جدا غيرت مجرى التاريخ. هنا على الهضبة دي بالضبط اللي تطل على الحصن وتطل على الواحة، في المنطقة دي حصلت قصة التحكيم المشهورة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بعد معركة صفين، المعركة اللي تقاتلوا فيها الصحابة قتال عظيم جدا. جاء التحكيم هنا في حصن مارد في دومة الجندل، لأن المنطقة دي كانت بين العراق وبين الشام، وأهل دومة الجندل أساساً كانوا محايدين، ما بايعوا علي ولا بايعوا معاوية رضي الله عنهم. فالتحكيم اللي غير مجرى التاريخ كان في المنطقة هذه بالضبط. أما اللي قدامنا وبنصوره هذا جاء عليه جدل كبير، لأن احنا المعروف ان بجمع المؤرخين ان اول من امر ببناء المعادن في الاسلام هو معاوية رضي الله عنه، ولكن المئذنة دي اللي بصورها غيرت الحسابات. المئذنة دي يا جماعة الخير هذه مبنية 17 هجري، امر ببنائها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا مسجد عمر وهذه مئذنة عمر. في مؤرخين كثير يقولون ان المئذنه هذه اول مئذنه في الاسلام. وهنا يا جماعة الخير قاعدين نشوف هذا فن العمارة الإسلامية بالضبط في المسجد ده. شوفوا كيف المحراب جاي شكله، هذه ترى أشكال نادرا تلقاها موجودة الحين. هذه عمارة إسلامية ما تأثرت لا بالعمارة في الشام ولا في العمارة في الأندلس، هذا الفن القديم للعمارة الإسلامية. مساك الله بخير ابو عمر. يا هلا والله.
أكرمكم الله يا الجوف، أنا راجع للرياض الليلة بإذن الله، وأكرمكم الله يا دومة الجندل. أنا تراني سعيد جدا بزيارة دومة الجندل، وبجي بإذن الله، بجي لي جاية ثانية. دومة الجندل بحر، بحر من المعرفة والتاريخ، ما يكفيها فيها إلا يوم ولا يومين ولا شهر، ولنا لنا زية يا أخي، أنا دايم أخفق في النهايات. أشوفكم على خير في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.